Sort of. عايزين بس اعرفكم على حاجه كده في الجي 5. طبعا بيجي لي منها زرين كتير تشكيلي من الجي 5 كل ما يروحوا لاي فني. عايزين طبعا استهلاك البطاريه بتفضى بسرعه والكلام ده انتوا عارفين. فطبعا في الجي 5 هنا تعالوا معايا هنا في الجي 5 ادي هنا ده اي سي الشحن ده بتاع جي 5 عندما تم تغييره المشكلة انتهت اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو. فده يا جماعة لازم ان هو بعد ما يتغير كده كل حاجة بقت تمام ان شاء الله. يعني تعرفوني الصح وانا اعرفكم ونشوف مع بعض ايه الايام الجايه. وفي اي حد يبعث لي ويقول لي اي مشاكل عنده وانا مش اخر عنه حاجه. ربنا يوفقكم يعني.